بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي بقى المحاضرة إن شاء الله. الموضوع النهاردة هنتكلم على الـ Neuroimmunology of Multiple Sclerosis. طبعا موضوع مهم، لأنه زي ما احنا بنتكلم على أي ديزيز احنا هدفنا إن احنا نعالجه، فما ينفعش نعالج ديزيز من غير ما احنا نكون فاهمين هو بيحصل إزاي عشان أقدر أتارجت النقطة اللي أنا أقدر أقطع فيها الديزيز، سواء كان إن أنا يعني أدي علاج يشفي من الديزيز أو إنه أدي علاج يسيطر على الديزيز زي ما بنقول كيوراتيف أو ديزيز موديفاينج ثيرابي. الحقيقة إن دي حتة صعبة شوية، وحتة النيورو إيمونولوجي بتاعت الإم إس حتة معقدة سنة، فعشان إحنا معظمنا مش مذاكر الإيمونولوجي بعمق، يعني كنيورولوجيست في مصر إحنا ما بنقراش في الإيمونولوجي كتير، فأنا حاولت إن أنا أخدها من البيزك خالص، إن إحنا نحاول نشرح الإيميون سيستم أصلا شغال إزاي، وبعد كده نبتدي نصعد مستوى ال يعني الفهم بتاعنا لغايه ما نوصل بقى لايه اللي بيحصل بالظبط في الام اس. الاول احنا لازم نفهم الاميون سيستم عباره عن ايه، يعني مكوناته ايه. ده البيزك ايمونولوجي، ده ملوش علاقه بالام اس، ده ينطبق على اي حاجه لها علاقه بالاميون سيستم. اولا هو الاميون سيستم او الاميونيتي، الاميونيتي الاول هي عباره عن ريزيستنس تو ا ديزيز، يعني في انفكشوس ديزيز او حاجه فورن بودي او انتيجين او حاجه داخلالي الجسم، فانا هقاومها بحيث ان انا يعني احمي جسمي منها. مجموعه السيلز والتيشوز والميدياتورز وايا كان الشيء اللي هو يشارك في العمليه دي، هما ده اللي احنا بنسميه الاميون سيستم. الكوردينيشن ما بين السيلز دول عشان يدوا ريسبونس محدد يقدر يقضي على الحاجه اللي انا شايفها غريبه او انجوريوس، هو ده الاميون ريسبونس. طيب مكون من ايه بقى الاميون سيستم، او رد الفعل ده بيحصل بشكل ايه؟ عندنا شكلين اساسيين. عندنا حاجه اسمها الانيت اميونيتي، ده اللي هي مش موجهه ناحيه حاجه محدده. اي جسم غريب داخل ناحيه الجسم هتهاجمه مباشره من غير ما تفكر هو ايه او تركيبه ايه، هي بتهاجم بطريقه بلايند، انها شغلانتها انها تعمل حاجه سريعه. وبالتالي هي تاثيرها بيظهر في خلال اورز. لكن في نفس الوقت كفاءتها ممكن ما تبقاش كافيه قدام باثوجينز كتيره لها سبيسيفيك كاركترز، لها شكل معين، لها ريسبتورز معينه، وبالتالي ساعتها هحتاج ان انا افصل اميون ريسبونس على مقاس وشكل وطبيعه الحاجه اللي عامله لي المشكله. دي اللي احنا بنسميها الادابتيف اميونيتي، ودي يوجوالي بتاخد دايز، وهي دي اللي احنا هنلاقي فيها الليمفوسايتس، ولسه هنتكلم بقى على السيلز دي بتشتغل مع بعض ازاي وبتحوله ازاي وترتيبهم ايه. ولكن في شكلين اساسيين، الانيت والادابتيف. النيت يعني ده كده العسكري الاولاني اللي هو مجرد شاف الجندي اللي جاي بيحارب من الجيش الثاني فضرب نار، لكن انا لقيت نفسي ان انا محتاج بقى بعد كده صاعقه، محتاج مدفعيه، محتاج افصل بقى على حسب الخطر اللي بيواجهني. السيلز اللي احنا هنتعامل معاها في الاميون سيستم، طبعا احنا بنتكلم على البريفرال اميون سيستم، احنا ما جيناش ناحيه البرين لسه. هي الليمفوسايتس واللي هم البي والتي تي ليمفوسايتس. البي ليمفوسايتس ببساطه هي اللي بتنتج الانتي بوديز، والتي ليمفوسايت اللي هي السيل ميديتد اميونيتي، ان السيل نفسها هي اللي بتكسر او هي اللي بتعمل الاميون ريسبونس. ولكن في النص بيجي حاجه اسمها الانتيجين بريزنتنج سيلز، ده معناه ان الليمفوسايتس مش بطبيعتها تقدر انها تتعامل مع الانتيجين كده دايركتلي، لازم في حد ياخده لها ويفنطه ويطلع لها منه الحاجه اللي هيجي على السيرفيس بتاع التي سيل ويقدمه لها على انها تقدر تتعرف عليه، وبالتالي الصوره اللي هتوصل لها دي هي تقدر تبني عليها بقى الريسبونس بتاعها. عندنا سيلز كتيره طبعا، منها الدندريتك سيلز، الماكروفيجز، البي سيلز، طبعا البي سيلز مهمه جدا في الانتيجين بريزنتنج، وده جزء لا يتجزا من الاميون ريسبونس. يعني لازم علشان يحصل الاميون ريسبونس لازم في انتيجين بريزنتنج سيل تستلم الانتيجين الغريب وتبتدي تعرف التي سيل او يعني او السيلز بتاعتنا عليه علشان يبتدي يحصل الاميون ريسبونس، علشان هي بعد كده تتحول الى ما يسمى افكتور سيل. افكتور سيل بقى اللي هي السيل اللي بنفسها بتقوم بالاميون يعني ريسبونس، سواء التي سيل انها بتموت الانفكتد سيلز، ماكروفيجز بتقدر هي نفسها تاكل الميكروبس، او جرانيولوسايتس بتاكل الميكروبس. الليمفوسايتس طبعا كما هو واضح هي اهم سبستريتس موجوده عندنا من السيلز القائمه عليها الاميون سيستم، والحقيقه ان هم ما اسمهمش كده بي وتي سيل ليمفوسايتس وخلاص، ده هو في كلاسترز موجوده منهم ممكن اشوفهم شكلا
احس ان هم كلهم شكل بعض، لكن لا، هم في اختلاف كبير ما بينهم، اختلاف في وظائفهم، اختلاف في الريسبونس بتاعتهم. فتم الاتفاق على تسميه الديفرنشيشن بتاعهم ده حاجه اسمها كلاستر اوف ديفرنشيشن، ودي اللي احنا بنستخدمها بعد كده في تسميتهم سي دي، زي ما بنقول سي دي 4، سي دي 8، سي دي 20، سي دي 52. هو ده كلاستر اوف ديفرنشيشن اللي بيقسمهم. طب هم بينشأوا منين؟ هم كلهم بيطلعوا من الستيم سيل، ولكن الماتيوريشن بيختلف. البي لينفوسايت بتماتيوريت جوه البون مارو، التي لينفوسايت بتماتيوريت بقى في البريفرال لينفويد تيشو، يعني بتعدي على الثايموس الاول بعد كده تخش السيركيو لينفويد تيشو، لكن كلهم طالعين من الستيم سيلز بتاعت البون مارو. بعد كده التي سيلز نقدر نقسمها لسي دي 4 سي دي 8 اللي هي الهيلبر والسيتوتوكسيك. هيلبر يعني بتساعد البي لينفوسايتس انها تنتج انتي بوديز، وبتساعد الفاجوسايتس انها تكسر الميكروبس. السي دي 8 يعني هي بتساعدهم لكن مش هي نفسها، لكن السي دي 8 هي نفسها اللي هي بتقتل السيلز. يعني خلي بالنا هنا في فرق بين ان انا اموت الميكروب، وفي فرق بين ان انا اموت السيل اللي جواها الميكروب، عشان ده بيفرق في فهم الاميون ريسبونس نفسه. احنا قلنا ان الماكروفيجز هي اللي تقدر انها، هي والنيوتروفيلز هم اللي يقدروا يموتوا الميكروب دايركتلي. لكن مثلا في حاله الفيروس، ان الفيروس ده انتراسيلولر، ما اقدرش اتعامل معاه الا عن طريق ان انا بموت السيل اللي هو موجود جواها. لكن السي دي 4 بقى لها اهميه مهمه جدا ثانيه، انها زي ما هي بتساعد، هي برضه في نفس الوقت بتمثل اللجام او الفرامل. في حاجه اسمها ريجولاتوري تي لينفوسايتس بتفرمل الاميون ريسبونس. يعني الاميون ريسبونس لما بيحصل زي ما انا بانشيت، طب ايه اللي هيوقفه؟ ما لازم في حد يفرمله. فهنا في نوع من السيلز مهم جدا، وده هنشوفه بعد كده في الاوتو اميونتي. فببساطه هي السيلز بعد ما بيحصل لها ديفرنشيشن بقى من السي دي 4 بتتحول لمجموعه ثانيه اللي هم تي اتش 1 تي اتش 2 تي اتش 17. كل واحده بتنتج يعني ليها علاقه باميون ميديتورز معينه بتطلعها، وليها علاقه بقى بالانتراكشن مع البي سيلز. ثم التي ريجولاتوري اللي هي احنا شايفينها هنا، دي بقى اللي هي بتفرمل الاميون ريسبونس، وبت ايه بت بنقدر بقى ان احنا نشد اللجام ونرخي اللجام عشان نقدر نظبط الاميون ريسبونس بتاعنا. بعد كده البي سيل بقى لما نيجي نتكلم عليها، هي طبعا اللي بتنتج انتي بوديز ومسؤوله عن اللونج ليفد سيرولوجيكال ميموري. يعني اولا هي طبعا بتشتغل كبوتنت انتيجين بريزنتنج سيلز، وبتتعامل بقى مع سي دي 4، وبتنتج في الاخر ما يسمى بالبلازما سيلز. البلازما سيلز هي السيلز اللي تقدر تنتج انتي بوديز بكميات كبيره. طبعا في بقى بعد كده الميموري سيلز. يعني الخلاصه ان البي سيل لها اهميه عن غير مجرد انتاج الانتي بوديز، هي الميموري بتاع الاميون سيستم، بحيث ان انا مش كل مره يجي لي الانتيجين ده ابدا العمليه من الصفر. اما هو الهدف من الادابتيف ايه؟ الهدف من الادابتيف ان انا من ناحيه اقدر اعمل اميون ريسبونس متفصل على الباثوجين اللي قدامي، او ان انا بعد كده لما يجي الباثوجين ده تاني خلاص انا عارفه وحافظه وهعرف اتعامل معاه. انا طبعا بحاول ابسط المعلومات بقدر الامكان، لكن هو الموضوع محتاج قرايه بعد كده، انا بس بحاول نقرب المعلومه شويه. بعد كده هنيجي على حاجه اسمها الميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. دي هي ميمبرين بروتينز موجوده وعليها انتيجنز بيتعرف عليها التي لينفوسايتس، ودي هي اللي ببساطه شديده بتعرفني اذا كان الحاجه دي بتاعتي او مش بتاعتي. وهو ده لما بيحصل اورجان ترانسبلانت او جرافتنج، هو ده اللي بيعرف الايه اذا كان الحاجه دي هتبقى ريجكتد ولا اكسبتد. وزي ما احنا عارفين مثلا في زرع الكلى بنعمل حاجه اسمها ماتشنج، وزرع الليفر عشان نقدر نلاقي حاجات قريبه من بعضها. وبالتالي الحته دي مهمه جدا، لانها ممكن تكون الانيشيتنج او الفيرست سيجنال بتاع التي سيل اكتيفيشن، وهنيجي بعد كده نتكلم عن الموضوع ده. طب النيرفس سيستم بقى بيتعامل ازاي مع الانفكشنز او الانتيجنز الغريبه؟ هنشوف هو المخ لوحده او النيرفس سيستم سنترال نيرفس سيستم بيتعامل مع القصه دي ازاي. اولا في مجموعه كاركترستكس لازم ناخد بالنا منها، انه السي ان اس ما بيعتمدش في الاميونتي بتاعته على سيلز وانتي بوديز وميديتورز زي ما بيحصل في البريفرال اميون سيستم، لكن هو في الواقع معتمد على الايزوليشن. المخ محطوط جوه سكال مقفوله، وعنده حاجه اسمها بلاد برين بارير، ما عندوش ليمفاتيك سيستم زي البريفرال فاسكولار سيستم. بس طبعا الحته دي عشان برضو نبقى متفقين عليها ديبيت، لكن يعني الاقرب انه ما فيش ليمفاتيك سيستم بنفس الافشنسي. لكن في كلام دلوقتي على انه في ليمفاتيكس ممكن تبقى موجوده، لكن
في الاخر هو تقريبا ما فيش حاجه زي البريفرال نيرفس، زي البريفرال سيستم، فاسكولار سيستم، ما بيقدرش يتعرض، ما عندوش اسلوب للريجكشن للفورين انتيجين. يعني زي كده، ما انا بقول بجيب كيدني وبحطها الجسم بيريجكت عشان هي غريبه، ده ما بيحصلش بنفس الشكل. والاكسبريشن بتاع الميجر هيستو كومباتيبلتي اكسبريشن اقل. ده الهدف منه ايه؟ الهدف ان انا اقلل اي اميون ريسبونس من جوه او من بره ضد السنترال نيرفس سيستم، لان هو ما بيعتمدش في حمايته على سيلز بقدر ما هو بيعتمد على العزل. وما عندوش طبعا انتيجين بريزنتنج سيلز في كفاءه مثلا حاجه زي البي سيلز، فعنده مش يعني هو معتمد بالبلدي على العزل، ان ما فيش حاجه بتوصل. طب لو في حاجه وصلت له يبقى هو لازم يعمل ريسبونس معين، هنشوفه بقى فيما بعد. طب ايه السيلز اللي موجوده عنده اللي هو بيعتمد عليها في الاميونتي؟ اكتر تو سيلز مهمين عندنا هم المايكروجلايا والاستروسايتس. احيانا ممكن يخش بعض المونوسايتس والدندريتك سيلز، لكن ما بتخشش جوه البارينكيما بتاع البرين، هي بتيجي نون بارينكيما سي ان اس سايتس، تخش وتخرج كده زي ايه يعني عسكري الدوريه، لكن هي مش مؤثره زي البريفرال سيستم. المايكروجلايا نتكلم عنها، هي دي السيل المسؤوله عن السيرفيلنس، وفي الوقت هي تقدر تموت وتقدر تبروموت ريكفري وريبير، وفي نفس الوقت هي بتنديوس التي سيل ابوبتوزز عشان تعمل ليميتيشن للاميون ريسبونس. ده معناه ان التي سيل ممكن تخش للنيرفس سيستم، اه طبعا ده اللي احنا هنشوفه بعد كده. الاستروسايتس هي اكتر سيلز موجوده من الجلايل سيلز جوه البرين، ومشكلتها انها تقدر انها تمنع بتعيق الريبير والبروموشن بتاع سي ان اس ريبير، وبتتعامل مع بلاد فيسلز، وهي المسؤوله عن السكارينج. يعني لو حته في البرين حصل فيها دامج، احنا عارفين ان البرين ما يقدرش يعمل فايبرس تيشو، وبالتالي بيعمل حاجه اسمها جلايل سكارينج، وبالتالي هي المسؤوله عن الجلايل سكارينج او الخلاص بيرمننت دامج من حته من البرين، خلاص بنقفل عليها ومش هتشتغل تاني. اما الاولجندروسايتس فهي دي المسؤوله عن المايلينيشن والحفاظ على المايلين، فيها تروفيك سبورت طبعا عن طريق نيوروتروفيك فاكتورز، وبسبب كده هي عندها فيري هاي ميتابوليك ريت. معنى كده اي حاجه فيها هاي ميتابوليك ريت يبقى هتطلع اكسجين واي تي بي، ممكن تبقى هي نفسها يعني فيري سسبتبل للاوكسيديتيف ستريس، وبالتالي هي سيلز حساسه جدا، وعلى قد ما هي قابله بتعمل ريبير لكنها سيلز حساسه وسهله الدمج جدا. ما ننساش ان الاندوثيليال سيلز اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعه البراد برين بارير هي نفسها طبعا اكيد جزء من الاميون سيستم اللي احنا بنعتمد عليه. وبالتالي احنا الانتجرنز اللي بتعمل يعني هنبقى عارفين ان في جانكشنز اللي موجوده ما بينهم تختلف عن البلاد فيسلز اللي موجوده في اي حته. بيزمنت ممبرين قوي جدا، انتجرنز ولامينز، دول مش هيفكوا الا بعد كده ما نشوف بانزيمز، لكن هي عندهم وصلات ما بين السيلز اقوى بكتير. ونتخيل بقى ان النيورونز نفسها بتشارك عن طريق انها بتحمي نفسها من التي سيلز، هي بتحاول تهدي الاميون سيستم بالبلدي كده، لو حاجه قربت منها بتحاول تفرملها علشان توقفها، وبالتالي النيورونز اللي موجوده نفسها بتلعب في الاميون سيستم بتاع البرين دور للانهبيشن شويه، تهدي الدنيا. ازاي بقى احنا البلاد برين بارير ده نقدر نفتحه علشان نستدعي البريفرال سيلز لو حصل دامج؟ احنا عارفين ان هو ما يقدرش السيلز بتاعت البرين لوحدها، لا عندها انتيجين بريزنتنج سيل قوي ولا عندها ريجكشن سيستم قوي، محتاجه البريفرال اميون سيستم يخش بسرعه عشان ينقذ الموقف بالطريقه اللي هو بيتصرف بيها في البريفري، فلازم يفتح الباب. وفي هنا ساعتها بيجي الماتريكس ميتالوبروتينيزز اللي هي انزيمز بتتحكم في البرميابيليتي بتاعه الكابيلاريز والبلاد برين بارير، ودي بتفتح وبالتالي يخش السيلز دي من بره وبعد كده ترجع تقفل تاني. طب هي الوايت بلاد سيلز تقدر تخش للسي ان اس منين؟ ممكن تخش للسي اس اف او للايه؟ للبارينكما بتاع البرين. بتخش للبارينكما من البيري فاسكولار سبيس، او تخش للسي اس اف من الكرويد بلكسس، او دايركتلي من السب اراكنويد الموجود في الفيركاو روبن بيري فاسكولار سبيس. مش هي دي القضيه، اللي عايزين نوصله ان هو البلاد برين بارير بيتفتح وبيقدر يقلاو السيلز دي انها تخش في البيري فاسكولار سبيسز في السي اس اف وجوه البارينكما نفسها عشان تنقذ البرين من الباثوجين او ايا كان اللي حصل. طب ازاي انا جسمي بيقدر يتعرف وايه هي الاوتو اميونيتي؟ يعني ازاي انا بقدر جسمي ده طول اليوم في كميه انتيجنز كتيره جدا، ازاي انا ما باجيش اقول ان الانتيجن ده غريب او ده غريب؟
على عكس ما احنا يتهيأ لنا ان احنا جسمنا ما دام عارف الانتيجنز بتاعته يبقى خلاص مش هيحصل اي حاجه، لا ده طول الوقت بيطلع من البول مارو سيلز ابنورمال مش مظبوطه، واحيانا في سيلز بعضها تخرج للسيركيليشن تبقى مش مظبوطه، يعني بمعنى ان السيل مش شايفه الانتيجنز اللي قدامها بطريقه مظبوطه، فبالمصطلح الشعبي بتخرف بتخبط في اي حاجه وتشوف سيل المفروض او انتيجن نورمال هي شايفه ان هو ابنورمال. ده بيحصل طول الوقت عندنا. امال ليه ما بيحصلش مشكله؟ لانه في سيستمز للتولرنس موجوده جوه البون مارو وفي البريفري بتموت السيلز دي على طول. اي سيل شكلها مش طبيعي او مش مريح على طول يا اما البون مارو يفلترها ويموتها، يا اما هي في البريفري بيحصل لها يعني ابوبتوزز او وات ايفر بتختفي خلاص وما تشتغلش، فطول الوقت في فلتريشن للسيلز اللي عندنا. وببساطه شديده الفيرير ان انت يحصل اوتو تولرنس هو ده الاوتو اميونتي، يعني انا كون ان انا ما اقدرش افهم ان الانتيجين اللي جوه جسمي دي بتاعتي هو ده ببساطه اللي خلاني ما افرقش ما بين السيلف والنون سيلف انتيجين، هو ده الاوتو اميونتي. وبالتالي هي طبعا في ميكانيزمات كتيره بقى ممكن تخش في الموضوع، مش عايزين نخوض في تفاصيلها قوي لان ده بقى هنخش في عمق الاميونولوجي، ولكن ده اللي يحب يقرا اكتر من كده يبتدي بقى يخش في تفاصيل الميكانيزمات اللي ممكن تحصل بيها القصه دي. لكن انا احنا جسمنا بطبيعته عنده القدره في الانسان الطبيعي انه يفلتر الخلايا الغير طبيعيه الغير مريحه اللي شكلها كده ممكن يعمل مشكله، وبحيث ان الاميون سيستم في الاخر ما يحصلش فيه اي مشكله، الا لو حصل مشكله عند البني ادم خلاص انا الاميون سيستم بتاعي مش طبيعي فعمل المشكله دي. القصه بقى هي ما بين الافكتور سيل والريجيولاتوري، يعني انا الاميون سيستم بتاعي ممكن يكون في افكتور سيل بتسخن الاميونتي واصحى وكسر والحق اللي بيحصل، والريجيولاتوري سيل تقول لي انت كده خلاص عملت اللي عليك اهدى بقى وهدي الاميون سيستم. احيانا لو حصل ان الافكتور سيل دي شغاله اكتر من اللازم او فيها مشكله او الريجيولاتوري سيل مش بتفرمل يبتدي يحصل البرو انفلاماتوري واللوس اوف اميون تولرنس. النقطه انه ينطبق على الاوتو اميونتي ما ينطبق على النورمال اميونتي، يعني احنا عندنا دلوقتي ميموري سيلز زينا زي الاميونتي العاديه، يبقى انا كل ما هشوف الانتيجين بتاعي اللي هو سليم بس انا شايفه مش طبيعي زي مثلا في الام اس هيبقى المايلين، كل ما اشوفه هعمل نفس الريسبونس لان عندي ميموري ضده، وهو ده تفسير الريلابسز. لكن في نفس الوقت التيشو دامج مش بيحصل في الاوتو اميون ديزيزز ان هو يسبسايد كومبليتلي، وبالتالي بيعمل ما يسمى بالريميشنز اللي هي ان ما يحصلش كومبليت ريزولوشن للانفلاميشن. ليه؟ لانه هو الاميون سيستم بتاعي زي ما بيصلح زي ما بيكسر، فمفيش المخ الطبيعي للاميون سيستم بيلخبط، هو المفروض انه يكسر الابنورمال انتيجين ويدي فرصه للريبير سيستمز انها تصلح، فكل ما الريبير سيستمز تصلح هو يشوف ان الانتيجين رجع تاني، فعمرنا ما هنشوف كومبليت ريزولوشن. طبعا في ميكانيزمات كتيره جدا تحت الحته دي تفسر البيرمننت دامج اللي بيحصل في معظم الاوتو اميون ديزيزز، مش هنخش في تفاصيلها لكن نبقى عارفين ان ده بيحصل. ايه بقى اللي بيعمل التريجر؟ اشمعنى الشخص ده حصل له واشمعنى الشخص ده ما حصلوش؟ احنا اتفقنا اعتقد في معظم المحاضرات اللي سمعتوها عن الايتيولوجي بتاع مش الام اس بس، معظم الاوتو اميون ديزيزز احنا لغايه النهارده ما نعرفش دايركت كوزيتيف ايجنت هو السبب او كوز واضح، لكن الواضح ان عندنا جينيتيك بريديسبوزيشن، ان في شخص معين جيناته مخلياه عنده استعداد ان يحصل له المشكله دي، هو عنده ايرور معين او عنده سسبتبيلتي بتخليه سهل ان التي سيل بتاعته او السيلز اللي بتاعت الاميون سيستم تفقد الاوتو تولرنس. تاني حاجه ان في ارتباط ما بين بعض الانفكشنز وامراض كتيره من الاوتو اميون سيستم ديزيزز، مش مقصود بيها ان حصل انفكشن فحصل الديزيز نفسه، لا هي مثلا زي ما احنا بنقول مثلا في فيروس زي الابشتاين بار وكذا حاجه في الام اس ممكن لقينا كتير ان هم موجود منهم انتي بوديز في السي اس اف مثلا، طب هل يا ترى هو اللي عمل الديزيز؟ لا انا ما عنديش حاجه تقول كده، لكن واضح ان في ارتباط، قد يكون ده هو الانفايرومنتال تريجر اللي بيعمل الاتاكس او بيبتدي الديزيز في شخص عنده الجينيتيك بريديسبوزيشن، فهو ده اللي يفسر ليه بيحصل في ناس وما يحصلش، وبيفسر ليه بيحصل في فاميليز. كل ديزيزز الاوتو اميون ليها برسنتجز بتختلف طبعا للفاميليال انسيدنس بتاعها، ممكن يجي في اثنين اخوات في ام وبنتها، فوارد ان ده يحصل، وده اللي بيعزز فكره ان في جينيتيك الاوتو اميونيتي. هنتكلم بقى طبعا على
الحته بتاعت النيورو اميونولوجي بقى نفسه بتاع الام اس في ضوء اللي احنا اتكلمنا عنه ده. طبعا احنا اتكلمنا على الاميون سيستم كله عشان ما ناخدش بقى وقت في الحته دي، خلاص احنا المفروض فهمنا الاميون سيستم بيشتغل ازاي والمشكله اللي حاصله في البريفرال والسنترال يعني نيرفس سيستم كل واحد فيهم بيمانج حالته ازاي. ودلوقتي هنتكلم على النيورو اميونولوجي بقى بتاع الام اس نفسه. طبعا في ضوء اللي احنا اتكلمنا عليه، هو احنا مشكلتنا الاساسيه او هو ايه التارجت بتاعنا، هو التارجت الاساسي بتاعنا هو السنترال نيرفس سيستم مايلين. فهو اللي هيحصل ان انا هفتح البلاد برين بارير، في بقى هيخش عليا اكتيفيتد مايكروجليا اللي هي اصلا ريزايدنج، وماكروفيجز من بره، ليمفوسايتس من بره، هتبقى مينلي تي ليمفوسايت ويساعدها بعض البي ليمفوسايت والبلازما سيلز والبوليمورفز. كل دول هيخشوا يعملوا تو كاردينال فيتشرز، ديمايلينيشن اند انفلاميشن. وبالتالي الديمايلينيشن ولا انفلاميشن ده ممكن يحدث معاهم بسبب الديسفانكشن اللي هيحصل في النيرف نفسه، باكتيف استروسايتوزيس، اكسونال دامج، ولكن الاكسون بيبقى ريليتيفلي بريزرفد. طبعا احنا كنا زمان خالص بقى بنقول او بنقول للطلبه اتس ا ديمايلينيتنج ديزيز، ديزيز اوف ذا وايت ماتر، ديزيز اوف ذا مايلين. تخطينا بقى الحته دي وعارفين ان الام اس اصبح ليه نيورونال اليمنت ونيورو ديجنريتيف اليمنت، لكن الهول مارك بتاعت الديزيز اللي يهمنا نفهمها ديمايلينيشن والانفلاميشن. شكل الاكتيف ليجن هي ما يسمى بحر من الماكروفيجز. الماكروفيجز دي جت منين؟ جت من بره علشان تاكل الانتيجين الغريب دايركتلي. وحواليها بقى تي سيلز واقل منها بي سيلز وبلازما سيلز اللي هتطلع لي الانتي بوديز وجرانيولوسايتس. في نقطه مهمه جدا بتحصل وهي برضو تفسر حته مهمه، هي ان في لوس للاوليجودندروسايتس. طب هي الاوليجودندروسايتس دي شغلانتها ايه؟ شغلانتها الريبير. وبالتالي انا المفروض بعد ما يحصل لي ديمايلينيشن نعمل ريمايلينيشن، لكن الاوليجودندروسايتس دي لو ماتت او حصل فيها دامج، واحنا عارفين انها فيري سسبتبل طبعا للدامج نظرا للهاي ميتابوليك ريت اللي فيها او الديماند، فالنتيجه ان دي هتعزز فكره الريميشن اللي هي الانكمبليت ريزولوشن للاتاك وبيلدينج اب للديسابيلتي اللي عماله تجمع عند العين كل شويه. نظريا طب ما يحصل الانفلاميشن ايه المشكله؟ ما انا هقدر اعوض المايلين ده تاني، لكن احد البروتكتيف ميكانيزمز اللي هي بتصلح المايلين اصبحت تارجت للانفلاميشن بتحصل فيها المشكله. بعدين تختفي هذه السيلز ويتبقى فقط الميديمايلينيتد ليجن. طبعا بيحصل لوس اوف اكسونز، واحنا قلنا الاورجيدندروسايت والاستروجلايوزيس. نخلي بالنا ان الاكسونز هنا مش مقصود بيها بيرمننت دامج، عند درجه معينه الاكسون بيبقى لسه قابل ان هو يرجع يشتغل تاني لو حصل له مايلينيشن في وقت كافي، وستيل بيبقى فيه علامات للانفلاميشن في الوقت ده. طبعا في نوع تاني احنا بنشوفه اللي هو اسمه سمولدرنج، ده اللي بنشوفه في البروجريسيف ام اس. تبتدي الريم بتاعه الليجن نفسها اللي هي الحته دي هي دي اللي بيبقى فيها الانفلاميشن، والكور من جوه ما فيهوش نفس الكميه اللي موجوده، مش زي الاكتيف اللي قلنا بحر من الماكروفيجز، هي هنا البريفري فقط، وايه بتبقى عماله تكبر او تزيد في الحجم، وده بيفسر برضه جزء من الايه بروجريسيف ام اس. اما الريمايلينيتد فبنسميها الشادو بليك، بيحصل كومبليت ريمايلينيشن لكن بتبقى لسه سايبه علامه في مكانها، ببقى قادر اعمل لها ديماركيشن، ولكن طبعا الحته دي بتبقى مور فولنربل لسكند هيت اكتر من النورمال ابيرنج وايت ماتر. ده كده ببساطه الفكره نفسها، انتيجين بريزنتنج سيل عرفت التي سيل ان جوه البلاد برين بارير في مشكله. طبعا عن طريق ميدييتورز كتيره اتحركنا، وعندنا تحت الريجولاتوري ارم اللي هو المفروض يفرمل، عندنا طبعا امبالانس ما بين الاثنين، وفي نفس الوقت هنا عند البلاد برين بارير الانزيمز اللي بتفتح هتفتح، والاستروسايتس غالبا هتدي الاوردر ان البلاد برين بارير يفتح ويخش علشان يكسر الانتيجين اللي فيه المشكله، وساعتها تير يعني ريجولاتوري سيستم يبتدي يفرمل بالمساعده بقى مع السيلز اللي موجوده زي المايكروجلايا ايه ان الموضوع يحصل. ده طبعا ما بيحصلش. في باترنز بقى للليجنز، بيبقى شكل الليجن نفسها ومكوناتها بتختلف حسب الستيج بتاعت الديزيز او الفورم بتاعت الديزيز. عندنا 1 و2 اللي هم فيهم تي سيلز ماكروفيجز اسوشيتد ديمايلينيشن، لكن تايب 2 بيبقى معاه بقى ايميونوجلوبولينز، يعني فيها انفلاماتوري ميدييتورز اكتر الونج المايلين شيث. الاثنين دول هم اللي احنا هنشوفهم الاكتر موجودين في الغالبيه العظمى من الام اس، وده هو مينلي بيبقى ديمايلينيتنج، وفي طبعا توكسيك برودكتس طالعه من السيلز دي
هي جزء منها بتاع يعني اللي بيتسبب الانفلاميشن اللي بيكسر المايلين. بعد كده باترن 3 بقى ده اللي هو احنا بنشوفه في حاجه زي البالوس كونسنتريك، ده بيبقى اكتريته فيه لوس للمايلين اسوشيتد جلايكوبروتين وابوبتوزز للاوليجو دندروسايتس. فهو مينلي هيبقى مش المايلين نفسه، هو حاجات اللي بتصلح المايلين وحاجات سبورتيف للمايلين، فيبتدي يحصل دامج للمايلين مش دايركتلي على المايلين نفسه. اما البرايمري بروجريسيف ام اس فمشكلته هنا في النون ابوبتوتيك اوليجودندروسايت ديث اللي موجوده بيري بليك في النون ديمايلينيتد وايت ماتر. دول الاربعه باترنز اللي ممكن نشوفهم من اشكال التيشو نفسه اللي يعني الجزء الديمايلينيتد اللي احنا شايفينه. طب هل هو اللي احنا شايفينه ده بس اللي فيه الابنورماليتي؟ لا طبعا، ده احنا عارفين من زمان ان في حاجه اسمها نورمال ابييرنج وايت وجراي ماتر، انه الارياز اللي هي ان احنا الام اس ده اكشوالي اتس ديفيوز انجري بيحصل، لكن في ارياز معينه هي اللي بيحصل عليها البلك بتاع الانفلاميشن، لكن في لو جريد ديفيوز انفلاميشن وهنلاقي لينفوسيتك انفلتريشن واكيميليشن ديفيوز مايكروجلايال اكتيفيشن وحاجات كتيره بتحصل، وممكن يبتدي يحصل ايفن اكسونال دامج جراديوال مع الوقت. صحيح ممكن في الاول ما نبقاش حاسين بيه، لكن اللي شاف عين ام اس بقى لفتره طويله من الزمن بالذات اللي مش ماشي على ديزيز موديفاينج ثيرابي بيلاقي ان الموضوع بيزيد مع الوقت. ده يختلف عن البروجريسيف كورس على فكره، لكن ده الاكتيفيتي الخفيفه اللي احنا مش شايفينها اللي ممكن تبان بعد فتره في الديسابيليتي بتسمب او تبان في شكل برين اتروفي او وات ايفر. طب ايه اللي بيخلي الام اس بقى يبروجريس؟ طبعا كل اللي احنا بنتكلم عليه ده نخلي بالنا انها يعني ثيوريز، لان احنا ما فيش حاجه لغايه دلوقتي احنا ماسكينها بايدينا نقدر نحلف 100%، ولكن الثيوري اللي محطوطه ان في ميتوكوندريال دامج بيحصل، وبالتالي بيحصل انرجي كرايسيس موجود جوه الاكسون، وبالتالي يتحول الى ديستركشن بقى ناتج عن الكالسيوم انفلكس اللي هو ناتج عن مشكله الانرجي كرايسيس اللي موجود. خلاص كده اصبح في دامج مش للمايلين بقى، اصبح الدامج للاكسون. فهنا تحول الديزيز الى بروجريسيف ديزيز مش مجرد اتاكس بتحصل. يعني عشان نبقى فاهمين ان الباثولوجي بتاع الام اس مش ببساطه ان هو شويه انفلاميشن وخلاص، لا ده في ديجنريتيف ميكانيزم هنتكلم عليه. طب هل الكورتيكال، في كورتيكال اليمنت او جراي ماتر اليمنت للام اس؟ طبعا في، وبالذات الكورتيكال ليجنز اللي احنا بقينا بنشوفها كتير في الام ار اي، وبالذات بعد ظهور الكواليتيز بتاعه الام ار اي الاعلى شويه زي الثلاثه والسبعه تسلا، بقينا بنشوف ان الكورتكس انفولفد وفي سيمتومز ممكن تبقى ريليتد للقصه دي زي الفتيج وزي الكوجنيتيف امبيرمنت. هنا بقى القصه ان احنا في ارياز معينه هي اللي ممكن تبقى افكتد اكتر من الحته الثانيه زي السنجلر جايروس، التمبرال فرونتال انسولار، سيريبيلر كورتيسيز وفي الهيبوكامباي، والعيانين دول ما عندهمش انفلاماتوري انفلتريت زي اللي موجوده في الوايت ماتر. يعني هم عندهم بريك داون في ما عندهمش بريك داون في البلاد بري بارير بشكل الطريق، والحته دي الحقيقه لسه ستيل ما هياش يعني فيري ويل اندرستود، لكن هي جزء من البروجريسيف ام اس. لكن احنا بنشوف ايفن في ريلابسنج ريميتنج كورتيكال ليجنز وسب كورتيكال ليجنز، لكن في كورتيكال بروبلم او جراي ماتر ممكن يحصل. طب هل الام اس كان بي كلاسيفايد از ا نيورو ديجنريتيف ديزيز؟ ايوه، لنفس الفكره نفسها انه في لاك اوف تروفيك سبورت، فهيبتدي يحصل ابوبتوزز للنيورونال سيل بوديز في ميعاد هي مش المفروض تحصل فيه، والميتوكوندريال ديسفانكشن، وبالتالي احنا عندنا حاجه اسمها النيورو ديجنريشن ان ام اس. يعني انت ممكن يجي لك سؤال يقول لك ديسكاس مالتيبل سكلروزز از ا نيورو ديجنريتيف ديزيز، هنتكلم فيها عن الحاجات دي، وهنتكلم على البروجريسيف فورمز، وهنتكلم على التايب اوف ليجنز، وان الانواع دي ممكن يبقى البلاد برين بارير والانفلاميشن اقل فيها، النون ابوبتوتيك اوليجودندروسايت دامج اللي بيحصل في البرايمري، يعني كلها جزء ديجنريتيف مش قليل وبيفسر حاجات كتيره في الديزيز يعني في الكلينيكال كورس بتاعه. طبعا كاسكيد كبيره جدا ممكن تبقى ليها علاقه كبيره زي الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، الهايبوكسيا، الحاجات دي كلها تؤدي الى ميتوكوندريال دامج، كالسيوم انفلكس، ديمايلينيشن، اوكسيديتيف ستريس، وبالتالي يحصل ان الكالسيوم انفلكس ده يروح داخل فاتح الليتيك انزيمز يكسر الاكسون، وبالتالي سواء كان نيكروزس او ابوبتوزس الخلاصه انه حصل نيورو ديجنريشن. طب ايه الفرق بقى ما بين ده وما بين النيورومايلايتس اوبتيكا سبيكترم ديزيز ديس اوردر؟ الحقيقه عشان الخص لكم، هو ببساطه شديده ال ان ام او ميال اكتر ان هو يبقى ديزيز اقرب للفاسكولار اكتر منه للديمايلينيشن. طبعا احنا عرفنا الاكوابورن، عارفين الاكوابورن ده ريليتد للبلاد برين بارير،
احنا سمعنا عنه في الاي اي اتش قبل كده، لكن هو موجود طبعا، وهنا بنشخص بالانتي بوديز لكنها مش موجوده في كل العيانين. اكتشفنا بعد كده انتي بوديز ثانيه اللي هي الانتي موج اللي هي المايلين اوليجودندروسايت جلايكوبروتين، دول في السيرو نيجاتيف ان ام او، ويتس بيزيكلي ا ديزيز. التارجت بتاعنا هو البلاد فيسلز اكتر منه يعني المايلين نفسه، عشان كده الدمج اللي بيحصل من الان ام او كتير قوي بيسيب بيرمننت بروبلمز، بالذات لو جه في الاوبتيك نيرف ممكن ما يحصلش امبروفمنت ريسبونس على الاستيرويدز، ما هواش نفس الريسبونس. فالقصه هنا في الباثولوجي تختلف شويه. طب هنيجي بعد كده زي بعد ما فهمنا بقى الفروقات وشكل الباثولوجي، هنشوف بقى كل دراج من اللي احنا بنتعامل معاهم كده سريعا بيشتغل على ايه. الكورتيكوستيرويدز طبعا دي اهم حاجه، احنا كلنا بندي ستيرويدز، لكن يا ترى هي ازاي بتسبرس الريلابس؟ يعني ازاي ان احنا بنسبرس الريلابس؟ هي بتشتغل على الانفلاماتوري ميدييتورز زي الانترلوكين 18 وكل السيتوكاينز، بتقلل انتقال السيلز اكروس البلاد برين بارير، بتفورميلها يعني بترجع بتصلح البرميابيليتي بتاعت البلاد برين بارير، بتقلل الادهيجن بتاع الليمفوسايت الاندوثيليال وول، وده جزء من الترانس مايجريشن اللي بيحصل بعد كده، وبعدين ممكن تقلل التي سيل اكتيفيشن وتنديوس تي سيل ابوبتوزس، يعني كانها بتداون ريجوليت الاميون سيستم او بتري ريجوليت، بتقوم مقام الريجوليتوري سيستم نفسه، وبالتالي هي النهايه انها بتقلل الدامج اللي بيحصل والسيتوتوكسيسيتي عن طريق انفلاماتوري ميدييتورز، وبتقلل الاكتيفيشن وبتنديوس ابوبتوزس للتي سيلز. الانترفيرون بيتا ببساطه شديده هي بتعتمد على انها بتقلل الترافيكنج بتاع الانفلاماتوري سيلز اكروس البلازما بارير، وبتزود النيرف جروث فاكتور، وبتعمل بالبلدي كده انتي انفلاماتوري ميدييتورز، يعني هي اتس ان انتي انفلاماتوري. احنا عندنا حاجات برو انفلاماتوري ممكن تكون موجوده، هي بيعمل لها داون ريجوليشن للبرو انفلاماتوري سايتوكاينز، وبالتالي نتيجه كده ان الانترفيرون بيتا بيقلل الترافيكنج بتاع الانفلاماتوري سيلز والحاجات اللي لها علاقه بالاميون سيستم اللي هي السيلز اللي بتنتقل من البريفرال بلاد جوه السي ان اس، وبالتالي هو انتي انفلاماتوري وبيريديوس او يعني بيداون ريجوليت الاكسبريشن بتاع البرو انفلاماتوري سايتوكاينز. الجلاتريمر اسيتيت ده بيبايند للميجو هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، وبالتالي هو بيكمبيت على الانتيجين، بالبلدي هو بيضحك على الاميون سيستم بتاعنا ان هو بيتهيأ له ان هو خلاص كده اتصرف مع المايلين. فالافكت بتاعه يعني بسيط، يعني هو بيضحك على الاميون سيستم ببساطه يعني. الفينجوليمود احنا عارفين ان هو بيشتغل على الاس 1 بي ريسبتورز، هو بالبلدي بيحوش الليمفوسايتس جوه الليمفويد سيلز، يعني هو بيخفيها او بيعزلها عن البريفرال بلاد علشان ما تسمعش الالارم بتاع او الاستدعاء اللي جاي لها من السنترال نيرفوس سيستم، يعني السنترال نيرفوس سيستم بيقول لها الحقي ده في حاجه، والانتيجين بريزنتنج سيل تاخد لها الانتيجين وتوريه لها فهي تعدي، وبالتالي هو انا بخبيها في حته مقفول عليها عشان ما تحسش باللي بيحصل. في المقابل ايه المشكله؟ الليمفوسايتس قلت في البلد، احنا عارفين ان دي فيها ريسك لفيرال انفكشنز، وعشان كده احنا عارفين ان احنا بنفولو دايما الليمفوسيتك كاونت، وعندنا ليميتس معينه يا نوقف يا اما نقلل الدوز او نفولو علشان ما يحصلش ريسك اوف يعني سيفير فيرال انفكشن. حتى في الاول ممكن العيان في البروتوكولز كتيره ممكن ياخد انتي فيرال في اول شهر لغايه ما الدراج يشتغل، وبعد كده نبقى مطمنين ان مفيش مشكله. في المقابل عندنا مشكله ثانيه، زي ما انا بخفي السيلز، زي ما انا لما هوقف وتخلص الوش اوت بيريود ممكن يحصل ريباوند، السيلز اللي خرجت للاميون سيستم دي فجاه اكتشفت ان ايه، لا ده الحق ده في انتيجنز، ده احنا هنتصرف بسرعه. عشان كده بنخاف من الفينجر ريموت في التوقيف المفاجئ، ولازم ليه طريقه معينه لما نيجي نوقفه، الا طبعا لو للضروره في مشكله ما. حاليا طبعا في مشكله الكوفيد اللي احنا بنعاني منها في ادويه كتيره بدانا نتكلم يا ترى ندي ولا ما نديش. طبعا الجلاتريمر اسيتيت والبتاع ده والانترفيرون مفيش كلام عليها ان احنا يعني مفيش مشكله غالبا ان احنا نديها. الفينجوليموت هنقول مودريت يعني بتديه بس بحذر، لكن في حاجه ظهرت برضو لطيفه حاليا شغاله، احنا عكس ما احنا يتهيأ لنا ان الفينجوليموت ممكن يعمل مشكله، ده في حاليا ترايل شغاله على علاج الكوفيد
الفينجوليموت، لان هو بيمنع التي سيلز انها تعمل، او يعني بالبلدي كده هو بيوقف السيتوكاين ستورم اللي ممكن تحصل عند العيان عن طريق انه بيبلوك الاميون سيستم بنفس فكره الاوتو اميونيتي بتاعت الام اس، لان هو الكوفيد بيبتدي كفيرال انفكشن، لكن بعد كده الاميون سيستم بتاع المريض هو اللي بيبوظ الدنيا، مش محتاج خلاص الفيروس. في ريسبونس اجينست اللانج وانفلاميشن وسيتوكاين ستورم هي اللي بتعمل. ففي حاليا ترايل اللي يحب يقراها ان احنا ممكن نعالج الكوفيد بالفينجوليموت، لكن هو طبعا بيحتاج حرص. وطبعا عندنا ريسك البي ام ال، دي حاجه برضو لازم ناخد بالنا منها في العينين دول، وخصوصا لو هو جاي من حاجه زي مثلا يعني شفتت من حاجه مثلا زي الناتاليزومات. السيبونيموت بقى اللي هو اخوه جديد، الفروقات ما بينهم مش كبيره، لكن الفوش اوت بيريود بتاع السيبونيموت اقصر كتير، والليمفوبينيا اقل شويه، وده اللي هو موجود دلوقتي. يعني هم مولوكيول محسن من الفينجوليمود، لكن ينطبق عليه ما ينطبق على الفينجوليمود. التريفلوناميد ده بينهبت الدي ان اي سينثيسيس، اللي هو يعني هو اميونو مودولاتري اقرب الى اميونو سبريسنت، لكن مش قوي قوي، ما بيعملش مشاكل جامده يعني. لكن بما انه بيعمل كده فاحنا بنفولو دايما الليفر انزيمز، وعشان كده العينين بيشتكوا من ان هير بيحصل فيه ثيننج في الاول، الشعر بيخف عشان الدي ان اي سينثيسيس. برضه بيبقى فيه ريسك للانفكشن ممكن مع الحاجات اللي زي الكوفيد، وعشان كده محطوط برضه في المودريت. لا اعتقد ان هو في اللو، لا الدايميثايل فيوماريت هو الاكثر. التريفلوناميد محطوط في اللو ريسك. الدايميثايل فيوماريت هو دواء بيشتغل على البروتكشن بتاع الاوليجودندروسايتس والمايلينز والاكسونز، وهو برضه مش مفهوم لسه لغايه دلوقتي 100% هو بيشتغل ازاي. وعلى فكره في ادويه كتيره في الام اس احنا بنفترض هو شغال ازاي، لكن فعليا انا مش عارف هو بيشتغل ازاي. هو طبعا هنا بيعمل ليس برو انفلاماتوري، يعني بيحسن شويه الاميون سيستم في اتجاه الانتي انفلاماتوري اكتر منه برو انفلاماتوري، بس برضه في ريسك للبي ام ال. ناتاليزوماب طبعا ده دواء بيشتغل على البلاد برين بارير، ببساطه هو بيمنع السيلز انها تخش جوه البرين. وفي نفس المشكله اللي موجوده في الفينجوليمود هي ريباوند. ليه؟ لان انا الاميون سيستم البريفيرال زي ما هو، انا ما جيتش جنبه، هو ببساطه شديده انا عزلت البرين عن اللي بره، فاول ما افتح الباب هيحصل ريباوند، لان فجاه الاميون سيستم هيشوف ان في انتيجنز بالهبل قدامي، يبقى لازم اكسرها على طول. فهي نفس الفكره اللي موجوده في الفينجوليمود، فدي مشكله موجوده عندنا. ولكن عندنا بقى المشكله الاكبر اللي هي حصلت لما بداوا يدوا الدواء اللي هي بروجريسيف مالتي فوكال ليوكو انفلوباثي، ده مش هزار، دي حاجه فيتال. بتحصل من حاجه اسمها جون كانينغهام فيروس اللي هو جي سي فيروس، ودي اصلا جي سي فيروس ده موجود عند معظم الناس، يعني اتليست نص البوبوليشن هيطلع بوزيتيف. لكن طب احنا ازاي ما سمعناش عنه؟ لان الاميون سيستم بتاعنا بمنتهى السهوله بيقدر يتغلب عليه. طب امال ايه اللي حصل وليه بيحصل؟ اللي حاصل ان الناتاليزوماب قفل البرين بلاد برين بارير، والفيروس ممكن يكون جوه، فالفيروس براحته خالص واخد راحته، مفيش حد بقى بيسيطر عليه، فينتشر في المخ ويعمل الايه الاوبورتونستيك ديمايلينيتنج ديزيز او الانفلاماتوري او واتيفر، اللي هي طبعا مع الاسف حتى الان ملهاش تريتمنت اكيد، لكن بنعمل بلازما اكستشينج عشان بسرعه نشيل الناتاليزوماب وندخل الليمفوسايت تلحق تنقذ ما يمكن انقاذه. بس في المقابل ممكن يحصل ايه؟ نفس اللي بيحصل ريباوند، يعني هيحصل لي الاميون ريكونستيتيوشن انفلاماتوري سيندروم، فيروح حاصل اتاك عنيفه للعيان نتيجه ان انا شلت بقى الدواء من البلاج. دي ساعتها الحاجه اللي نقدر نعملها هي الستيرويدز يعني غالبا. الالمتيزوماب ده بيشتغل على سي دي 52، وده واحد من الادويه اللي بتعمل الديبليشن او الاميون ريكونستيتيوشن. انا بشيل التي سيلز واريبوبوليت السيلز دي بطريقه جديده، بالبلدي ان انا اقدر ان انا اكون سيلز ما عندهاش المشكله اللي كانت عند السيلز اللي قبلها. لكن مشكلته ان هو بيعمل اوتو اميونيتي، هو نفسه ممكن اندوس اوتو اميون ديزيز زي الثايرويدايتس البربرا والجلوميرونيفريتس. وحاليا زاد كمان علينا حاجات تانية، في ريسك اوف ستروك وفي ريسك اوف هيباتايتس، والدواء معمول عليه غالبا هولد دلوقتي الا فقط للعيانين اللي هم كانوا ماشيين عليه، لكن ما بقاش فيه تقريبا عيانين جداد بياخدوه. وحاليا بالذات في الاوت بريك بتاع الكوفيد يفضل ان ما حدش ياخده، يعني سواء جديد والقديم يؤجل لحين ما نعدي، لان هو في ريسك عالي بسبب الديبليشن بتاع الليمفوسايتس، ده خطر جدا في وجود انفكشن زي الكوفيد، ممكن طبعا يبقى فيت. الاوكليزوماب بقى ظهرت الايرا بتاعت البي سيل، ده بيشتغل على السي دي 20.
هو اكشوالي جاي من الريتوكسيماب، بس هو محسن ويعني طبقا للستاديز ان هو بيدي سستين افكت احسن من الريتوكسيماب. وهو بيشتغل على البي سيل بقى، احنا هنا دخلنا على البي سيل باثولوجي، مع ان هو مش الاساس اللي احنا بنشوفه في الام اس، لكن هو حاجه موجوده ومؤثره واحنا بنشوفها، ودايما بنشوف البي سيلز موجوده جوه الليجنز بتاعت الام اس نفسه. برضه الميكانيزمات بتاعت الادويه دي مش اندرستود 100%، لكن هو بيشتغل على الكومبلمنت ديبندنت سايتوتوكسيستي والانتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيستي والابوبتوسيس. يعني الحتت اللي فيها انتي بوديز اكتر هو هيبلوك الدمج اللي بيحصل الناتج عن الكومبلمنت او الحاجات اللي هي الانتي بوديز. ريتوكسيماب تقريبا هو نفس الافكت بالظبط بتاع الاوكريليزوماب، الفرق زي ما قلنا انه يعني السيفتي بروفايل جايز احسن شويه في الاوكريليزوماب، وان هو ده دواء ابروفد. الريتوكسيماب دواء بيتاخد مينلي في الان ام او، تقريبا هو الدواء الاساسي اللي احنا بنديه في كل عينين الان ام او، لكن هو في الام اس بيتاخد اوف ليبل. الكلادريبين هو دواء موجود من زمان مش جديد، بس اتعمل عليه ترايلز كتيره، واخر بقى ترايل هي يعني الحاجات الاخيره اللي ادت فرصه ان هو يبقى ابروفد في الام اس. هو برضو بيشتغل على التي والبي سي بي لينفوسايتس، بس مور سيلكتيف عن التي سيل، هو مور سيلكتيف عن الالمتيزوماب. هو طبعا ميزه الاثنين هو بيتاخد تابلت، وهو مين اللي بيشتغل برضو على الدي ان اي سينثيسيس ودي ان اي ميتابوليزم، دي ان اي مش عارف ايه، يعني هو بيشتغل على الدي ان اي. فده برضو من الادويه اللي عليها كلام دلوقتي، ان انت لو هتنشيت للعيان يعني استنى شويه لغايه ما نطمن، وانت بتوي اذا كان العيان ده في خطوره او لا. الميدوزانترون ده في الاساس هو اميونو سبريسنت، لكن احنا استخدمناه في الام اس ك اميونو موديولاتوري. مشكلته طبعا اللي هو طبعا بيشتغل على الدي ان اي برضه، وهو هيسبريس البي والبروفيليشن بتاع البي والتي سيلز عن طريق ان هو بينديوس البروجرام سيل ديث بتاعها، يعني هو بينديوس ان هم يموتوا. وفي نفس الوقت احنا عارفين طبعا ان في مشاكل تانية موجوده في الدراج ده، زي المشكله الكاردياك توكسيستي اللي لازم ما تعديش ليميت معين للدوز اللي هي 140، والا هيحصل بيرمننت دامج، وكل دوز بنعمل قبلها حاجه. انا كده خلصت المحاضره. لو حد يحب يقرا اكتر في الموضوع، عندنا في كذا كتاب ممكن، لو عايز تقرا في بيزك ايمونولوجي في كتاب اسمه بيزك ايمونولوجي فانكشنز اند ديس اوردرز اوف ذا اميون سيستم، ممكن تدوره على جوجل. وكلينيكال نيورو ايمونولوجي مالتيبل سكليروزز اند ريليتد ديس اوردرز، دي كتب للي يحب يقرا اكتر. والكونتينيوم طبعا احنا عارفين ان الكونتينيوم ده ابديتد كل فتره، والحقيقه ان هو من المصادر الكويسه جدا لفهم الديزيز. صحيح هو مش بيخش في الديتيلز بتاعت النيورو ايمونولوجي بالذات، لكن هو بيشرحها، وميزته ان هو بيبقى بيسهل علينا الحصول على المعلومه. يعني لو اي حد عنده اي اسئله بقى للمستقبل، ممكن تبعتوا لي على الايميل بتاعي، انا هكتبه لكم حالا. وده رقم تليفوني اللي حابب يبعت لي على الواتساب. هسيبها لكم بس لمدة دقيقة، وبعد كده بقى ننهي المحاضرة يعني. وشكرا على حسن استماعكم.